لقاء عائلي اللي كان نستقبلوا فينا احنا كجمعية رياضة وصداقة الإخوان الإيفواريين المقيمين هنا بالجالية الإيفوارية بالمملكة المغربية، احتفاء بطبيعة الحال بالعلاقات القوية اللي كانت ما بين البلدين المملكة المغربية والكوت ديفوار، وكذلك بالفوز بهذا اللقب الأخير اللقب الإفريقي، لأنه صراحة عشنا لحظات تاريخية وصنف هذا الكأس، صنفت عفوا بأنها كأس القرن، لأنه عشنا كيف قلت لحظات تاريخية وكانوا ديزيموسيون قويين بزاف تلك منذ بداية المنافسات حتى النهاية، وخاصة اللي زين بزاف يعني لهذا الكأس باستثناء المباريات أو المنتخبات اللي شفنا اللي يعني حققت واحد الإنجاز كبير منذ بداية البطولة، ولكن خاصة كيف قلت اللي زين هذا الكأس وهي الفوز ديال اللقب ديال الكوت ديفوار، بما أنه يعني ديك ليميليشن اللي كانت في الدور الاول من بعد الخساره الهزيمه ديال ضد غينيا الاستوائيه، وكانت بان بالنسبه للجميع الكوت ديفوار صافي غتخرج من المنافسه، ف بديك الانتصار ديال المنتخب المغربي على زامبيا اعطى امل للمنتخب الايفواري وحياه من جديد، وشفنا بانه يعني دار مباريات في مستوى عالي وفاز بهذا اللقب صراحه، يعني كيف قلت هذا الكاس الافريقي غادي تبقى في التاريخ، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني المقبله لا تكون بلدنا الحبيب تكون كذلك، يعني تكون لما تكون على افضل، ونشوفوا فيها كذلك منافسات قويه ونشوفوا فيها الفوز باللقب. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربح الرياضه.